عايزين نعمل مع بعض النهاردة صينية جلاش جامدة جداً باللحمة المفرومة. معنا الصواني بتاعتنا كتير، أشكال مختلفة، تعالوا شوف هنعملها مع بعض إزاي. معنا قالب حلو، قالب التشيز كيك، في منه المربع في منه المستطيل. تعالوا نعملها مع بعض بطريقة حلوة وتقدري تقلبيها بطريقة سهلة وبسيطة. المقادير: عجينة جلاش، تحتفظي بالكيس دايماً بتاعها دايماً علشان العجينة ما تنشفش منك، لأن العجينة الجلاش لو نشفت منك ما تعرفيش تستخدميها. نشوف المقادير مخرجنا الجميل، الله يوفقك. ادي عجينة الجلاش اهي زي الفل، بنفرتها بالشكل ده كده، حلو قوي. وتعالوا مع بعض اللحمة المفرومة المتعصجة بتاعتنا، ممكن تعمليه بفراخ، تعمليه بلحمة مفرومة. ادي اللحمة زي الفل معانا متعصجة، مع بصلة حلوة، مع تومة حلوة، مع البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. كل دي مقادير مع بعضيها في عملية الايه، تتبيلة شوية اللحمة. تعالوا نقلبها مع بعض كده ونشوف الدنيا عاملة ايه. حلوة. شيف مغازي، نعم يا ست الكل، اللحمة المفرومة بتفك مننا في قلب عجينة الجلاش، ما بتبقاش زي المبرومة كده ولا زي الجلاش ولا البقلاوة. بتعمل ايه؟ هي القصة كلها انا قلت لك على تركية حلوة، معلقة دقيق صغيرة كده بتحطيها مع تقليبة اللحمة، فبتدي للحمة قوام وبتلمها كلها مع بعضيها، وجود معلقة دقيق في قلب الخلطة. شفنا المقادير يا شباب مع بعض؟ يتبل اللحمة الحلوة دي، شايفين اللحمة المفرومة اهيت، كملت سواها، حلو الكلام، بالتوابل بتاعتي الحلوة، واللحمة زي الفل، ومعايا شوية سمنة بلدي، ممكن دي سمنة بلدي اهيت زي الفل، أسيبها تسيح كده عشان عايز أستخدمها في عجينة الجلاش بتاعتي. حلو، أعمل حاجة حلوة بقى كده وأنا بشتغل في عجينة الجلاش، بحط على السمنة دي شوية بهارات حلوين، دي مدرسة بقى، مدرسة. أنا بعمل على صينية جلاش شوية الملح التمام، سنة الفلفل الكويسة على السمنة البلدي أهي، زي ما أنا شغال كده أهو، شوية البهارات الكزبرة والملح والفلفل على السمنة، على السمنة، لأن أنا هنا ما عنديش شوربة، هي السمنة دي اللي هتشرب لي الإيه؟ أعمله من غير شوربة. أدي الكزبرة، حلو، شوية كمون، مطبخ مدرسة، جرب اللي أنا بعمله ده، والله يعني الدنيا مشيت والطعم حلو ولطيف زي الفل، دعوة حلوة، وتسلم إيدك يا شيف مغازي. حلو الكلام؟ والسنة الفلفلة الحلوة. شفتوا السمنه البلدي دي كده لونها اتغير ازاي؟ ما تتخضيش، لون السمنه اتغير، كل ده في السمنه. السمنه دابت واتقدحت مع البهارات، هنا المدرسه، هنا السمنه خدت ريحه البهارات، وعجينه الجلاش دي عجينه حنينه ما بتاخدش وقت كتير في السوا. كده تمام زي الفل. هنخلي دول هنا كده، ومعانا عجينه الجلاش والقالب اللي هنشتغل فيه. انا ابدا ارص الجلاش دلوقتي وانا شغال، بالشكل ده كده، اسيبها تنزل براحتها كده. شفت انا بعمل ايه؟ تسبك الطماطم على النار، نمسك الفول الاخضر ده يا ست الكل، نقمعه تقميعة حلوه كده، ونقطعه حلوه تقطيعه حلوه، ونشوحه على النار في معلقه سمنه بلدي. خدي بقى الطريقه دي مني، ما تاخديش الفول وتحطيه في الدمعه بس كده وخلاص، لا، هياي الفول الاخضر للدمعه او للتغديعه. هتعملي ايه؟ هتاخدي الفول الاخضر ده تشوحيه في سمنه بلدي، وانت بتشوحيه حط عليه شويه كمون وشويه كزبره، لان الفول الاخضر برده من البقوليات، وهي خضره برده بتعمل انتفاخ وغازات في المعده والقولون، فشويه الكمون مع تشويحه السمنه البلدي بتهيئيه. غيرت لون حبه الفول بالسمنه البلدي والبهارات، نزلوهم على الدمعه بتاعتك وخليها تاخد غلوه اتنين تلاته، تقدمي معاهم طبق رز ابيض وادعي له وانت بتاكلي. هنمسك السمنه البلدي نشقشق كده، شفت الجو ده كده؟ شقشقه كده بالسمنه البلدي على اللحمه المفرومه اللي انا معصجها اهي بالشكل ده كده، ونغطيها بعجينه الجلاش. واحنا شغالين واحده واحده، ناخد عجينه الجلاش دي كده نعملها على قد القالب بتاعنا ونحطها كده. حاضر، عايز تشوف شكل الفرخه؟ طب حاجه من الاثنين، يعني ارفع حله الكسكسي ولا ارفع بهند كده دور اول ودور ثاني ودور ثالث؟ حاضر، عينيا، انا هوريك حاجه حلوه دلوقتي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بص على الحاجه الحلوه دي كده. حلو. هناخد ده كده، العب اهو، وناخد تاني شقشاق من السمنه البلدي. شفت صينيه الجلاش على طريقه المغازه اهو؟ تاني صينيه الجلاش، ننزل بقى كده تسلم الايادي، فرخه مع خضره مع كل حاجه، ونقلب دول كده بقى الفريق الاخره دول اهو، ده هي دي اهو،
عينيا. حاضر اهو، شفت الجو ده كده اهو. السمنه البلدي اهم حاجه، الطريقه اللي انا شغال بيها دي كده اهو. لسه ما خلصتش والله، ادوني منت اهو. زي ما انا شغال اهو زي الفل اهو. تسلم ايدك يا عم الشيف. هنحط برضو هنا كده على صينية الجلاش باللحمة المفرومة. نيجي للتركية الأخيرة بقى بتاعت الشيف المغازي، معلش سامحوني إذا أنا بطول شوية. دي السمنة البلد الباقية عندي في قلب البولة أهي، ركزي معايا في الحتة دي عشان دي مهمة جدا. خلي بالك أنا لما بركز في حاجة وأعيد فيها مرة واتنين تلاتة بيبقى ليا هدف إن أنا أوصلها لحضراتكم علشان تبقي أنت مميزة. والمطبخ له دستور وله قاعدة، ولا حد يقول لك ده فيثاغورس ولا الجنازريات اللي احنا عارفينها، ده مطبخ رؤيه فن ابداع. انا بحب المطبخ بخش ابدع فيه. حلو الكلام. ادي السمنه البلد اللي باقي عندي بنزل عليها بيضه. يا ويلي يا شيف يا ويلي لما بتبدع. وشويه حليب. حلو قوي، تسلم ايدك. ومع شويه الحليب دول يا عم الشيف شويه جبنه رومي مبشوره. يا ويلي. وأقلب دول مع بعض كده. درجة حرارة الفرن كام عندي؟ 180. درجة حرارة الفرن عندي كام؟ 180. هناخد الخليط ده يا عم الشيف. يلا وزوقيني يا ماما. في أغنية كده بتقول لك زوقيني يا ماما، هنا سردية الجلاش بتاعتي بتقول زوقيني. نجهز نفسنا للفرن. اللهم صل على النبي عشان الصاجة تخش هنا معانا سريعة كده. أول وناخد ده كده سريعا. اللهم صل على النبي. ونحط ده كده عليها. يلا صورني دلعني اهو اهو اهو. في درجه حراره الفرن عندي 180 اهو. كل ده يا عم الشيف فين؟ في الفرن. اللهم صل على النبي. اهو يلا تحت ولا فوق؟ اللي هيقول لي تحت الصينيه دي نفطر بيها مع بعض النهارده. تحت. الله عليك، دي لازم تنزل في ارضيه الفرن تحت زي ما هي كده. وداعا. وبص لها النظره الاخيره زي ما هي كده. صينية جلاش بخفة دم مصرية مدرسة المغازي. هنقفل الفرن بتاعنا ونسيبها لمدة 30 دقيقة تقريبا، واعتقد ده الوقت الباقي بتاعنا من البرنامج. نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده يا عم الشيف؟ هنغرف الكسكسي بتاعنا عشان نعمل طبق فول مع بعض. اخبار الجلاش ايه؟ ما تصلي على الحبيب قلبك يطيب. نبص عليه بصة حلوة كده. نأمن عشان الفرن ده ساعات بيخدعني. ايه الجمال والحلاوة دي؟ فين الجبنة؟ راحت. فين البيض؟ راح. اهو لسه بص عليه كده بصه. اهو اهو جاي معانا. الله عليك، معايا فرسان التلفزيون المصري. اهو اه صح يا باشا، فله. اه هسيبه شويه واقفل الفرن عليه كده علشان ليه هدف في الموضوع. ايه هو؟ ايه هو؟ ان انا الجلاش من جوه يستوي. بعض الناس لما بتيجي تعمل صينيه الجلاش ديت زي الرقاق بتلاقي الرقاق من جوه لسه طري. انا ما بحبش الجلاش، احبه من بره زي جوه. صينية الجلاش بتاعتي اللهم صل على النبي زي ما هي كده اهي. حلو. وطبق زي ده كده، طبق تقديم. يا ويلي اللهم صل على النبي. نشيل القالب الحلو ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ نجيب سكينه صغيره. عينيا عينيا، احلى رؤيه في مصر كلها. اه وعايز اشوف الجلاش ده كده، اقدم ده كده واخش بده كده للامام. وسيبوني اعيش مع الجلاش. اللهم صل على النبي. شايفين السكينه نازله ازاي؟ اللهم صل على النبي. التقطيعه دي مهمه جدا. سامعين الصوت القرمشه ده كده؟ ده اللي انا عايزه. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، فيها خمس اطباق بالصلاه على النبي، فيها صينيه جلاش باللحمه المفرومه مدرسه المغازي، شفنا السمنه البلدي تبلناها ازاي وضفناها لعجينه الجلاش.